السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to start a new topic, which is analysis of basic freeway segment. The last couple of weeks we were discussing the analysis for multi-lane highway facility. Today, as we mentioned, we are going to be focusing on the basic freeway segment. First of all, there's a difference between freeway and multi-lane highway. And the highway capacity manual handles this issue slightly bit different, but they are similar to each other. The methodology, okay, the highway capacity manual methodology for basic freeway segment, this methodology can be used for capacity analysis, level of service, lane requirements, and effect of traffic and design features of basic freeway segments. نستخدم هذه الطريقة لحسابات الكباستي على الفريوي سيجمنت. طبعا حد يقول لي طب ايه الفرق ما بين الفريوي والمالتي لين؟ المالتي لين هاي واي بيبقى فيه مجموعة من الاختلافات، ما هواش زي الفريوي. يعني مثلا طريق الملك فيصل، تمام، ده يصنف ان هو مالتي لين هاي واي فاسيليتي، ما هواش فريوي. لكن طريق الملك فهد يعتبر فريوي، يعني يعتبر فري واي، اوكي؟ عشان يبقى عندنا فكره افضل، ده هنا مثلا دي صوره من جوجل ايرث، واخد بالك؟ زي ما انتم شايفين هنا، اوكي؟ ده طريق الملك فيصل، اوكي؟ في قطاعات منه ما فيش فيها انتربشن، لكن فجاه بتلاقي في عندك دوار، صح؟ فجأة في دوار تاني هنا، اوكي؟ هنا في إشارة وفي كوبري، يعني في انترتشينج في النص، تمام؟ في كوبري تاني هنا، في انترتشينج، اوكي؟ في هنا اون رامب واوف رامب اللي ناحيه الجامعه، اوكي؟ في هنا اللي هو في اشاره مرور موجوده، واخد بالك؟ ده هنا معمول نفق فما فيش فيه مشكله، لكن لو تيجي هنا مثلا عند بوابه الاقواس في هنا ايه؟ اشاره مرور، تمام؟ فده ما نقدرش نقول عليه فري واي. ليه؟ لأن هو interrupted، بيحصل فيه interruptions every now and then، تمام؟ لكن لو جينا مثلا على طريق زي طريق الملك فهد، تمام؟ ده freeway. عاوز تدخل لطريق الملك فهد، اوكي؟ بتدخل عن طريق رامبس زي هنا. عاوز تدخل للطريق بتدخل من ايه؟ اكسس رامب، او عاوز تخرج بتخرج منه برامب، ذاتس ات، تمام؟ في اي وسيله ثانيه؟ لا. طبعا في قطاع من طريق الملك فهد يعني should not be counted as a freeway، اللي هو القطاع اللي حضراتكم هتلاقوه هنا، اللي هو داخل هنا، ايوه بالظبط، من اول هنا، اوكي؟ هنا بقى في تداخل، واخد بال حضرتك ازاي؟ مع في كتل سكنيه جنبه وفي اكسسبيلتي للطريق. هنا ما صنفش الـ الطريق ده اللي هو طريق الملك فهد من اول نزله الكوبري بتاع الاسكان، ده الاسكان، اسكان الدمام. من اول النزله بتاعت الكوبري لغايه ما بتخرج من هذه الكتلة، أعتقد لغاية بداية طريق المطار، يعني لا لسه، ده لسه برضو ما هوش لغاية هنا كده، لغاية المنطقة دي اللي هي بداية طريق المطار. الجزء ده لا يعتبر فريوي، ده ممكن تعتبره مالتي لين هايوي فاسيليتي، حاجة من هذا القبيل. واضح؟
أي سؤال يا شباب؟ طيب لا واضح. يعني يا دكتور الفري واي اللي هو الطريق اللي ما تقدر تدخله الا من طريق فرعي، اللي ما تقدر لازم تدخله يكون إلا عن عامر على طريق بلوك او رامب، رامب تمام، ما تدخلوش من طريق مباشر، اي. تدخله عن طريق رامب. أوكي، له داخلة وله خارجة منه، وما يطلع على احياء سكنيه. وما فيش اكسسبيليتي. يعني انت لو انت مثلا لو هو ماشي في وسط احياء سكنيه تمام، يعني مثلا بتلاقيه معزول بطريق خدمه، يعني هو مثلا طريق الملك فهد وهو ماشي ناحيه الراكه والخبر واجزاء من الخبر، في طريق خدمه صح، الطريق الخدمه ده عازل الحركه صح اللي داخل فري واي عنه تمام، فده يعتبر في هذه الحاله ما يعتبرش ان ده يعتبر فري واي. لكن لو جيت مثلا في الجزء اللي هو داخل منطقة اللي عند السويكت والجزء اللي مكمل هناك ده، لا هنا الدنيا اختلفت شوية، واخد بالك؟ المهم تمام. واضح. فهنا كاباستي، انا بنستخدم الشابتر ده في حسابات الكاباستي، في حسابات الليفل اوف سيرفيس، في لين ريكويرمنتس اند افكت، وتاثير ما مدى تاثير الـ اي تعديل في السكشن على الترافيك والاشياء اللي زي كده. طيب ايه البيزك اسامبشنز او البيزك كونديشنز؟ البيز كونديشن للهاي واي كاباسيتي مانوال بالنسبه للفري واي سيجمنتس تمام 3.6 متر المينيمم لين ويث، لين ويث 3.6 متر زي المالتي لين هاي واي، اونلي باسنجر كارز اوكي، مينيمم رايت شولدر اوكي. هنا بيقول لك لازم أن يكون في عندي رايت شولدر، لان هو ما فيش ده، لازم أن يكون في ميديان، ما فيش في حاجه اسمها ما فيش في ميديان، واخد بالك؟ فبيقول لك مينيمم رايت شولدر لاترال كليرنس بتوين ذا ايدج اوف ذا ترافل لين اند ذا نيرست اوبستكل اوكي، المفروض يبقى 1.8 مترز. الميديان المينيمم ميديان لاترال كليرنس 0.6 مترز اوكي، 5 اور مور لينز فور وان دايركشن، يعني انت بتفترض ان كل ان الطريق 10 لينز، خمسه رايح وخمسه جاي تمام. انترتشينج سبيسنج ات 3 كيلومترز اور جريتر، يعني لازم أن يكون الانترتشينج المسافه ما بين الانترتشينج والانترتشينج اوكي اتليست، يعني بيبقى يعني على 3 كيلومتر او اكثر تمام. الارض طبعا في ادجستمنت للليفل اوف ترين، لو هي ليفل ترين الارض ليفل ترين اوكي، وذ جريدز نو جريتر ذان 2% اند درايفر بوبيليشن كومبوز برينسيبلي اوف ريجولار يوزرز، يعني ما فيش عندك تورست او يعني كلهم كوميوترز. طيب نشوف هنا ليميتيشنز اوف ذا ميثودولوجي، ليميتيشنز خد بالك ذا ميثودولوجي داز نوت ابلاي اور تيك انتو اكاونت without modification by the analyst the following: special lanes reserved for single vehicle type such as high occupancy vehicle lanes, truck lanes and climbing lanes. الطريقه اللي احنا هنشرحها دلوقتي اوكي ما بتاخدش في عين الاعتبار تمام تاثير وجود ال HOV lanes اللي هي ال high occupancy vehicle lanes او lanes تكون يعني ال HOV lanes يا شباب دي اللي هي lane بتكون مخصصه للسيارات اللي فيها اكثر من عدد معين من الركاب، يعني يكون فيها مثلا على الاقل 3 ركاب تمام. دي طبعا بتشمل الباصات بتمشي فيها وهذا ووسائل النقل الجماعي. ده زي ما احنا بنهدف من الاتش او في لين ان احنا نعملها عشان نخلي الناس تعمل ايه كار كوميوتنج، ويركبوا سيارات مع بعض بدل ما كل واحد يركب سيارته ويروح المشوار اللي هو رايح. التراك لينز ما هياش مأخوذة في عين الاعتبار، احنا بنفترض ان كل حاجة عندنا كله يعني الاكسسبيليتي للينز واحدة تمام. الكلايمنج لينز مش متخذة مش مأخوذة في عين الاعتبار في هذه الطريقة. طبعا هنا extended bridge and tunnel segments اوكي segments near a toll plaza، في حال بعض الاحيان انت عارف التول بلازا اللي هو بوابات تحصيل الرسوم تمام، دي الطريقه دي لا تاخذ في عين الاعتبار تاثير التول بلازا او الاكستندد بريدج اند تانل سيجمنتس. احيان في بعض المواقع بيكون فيها
البريدج والتانلز يكون فيها كومبلكس. يعني هوري لك مثال دلوقتي، في موقع هنا اسمه مجمع الكباري، مش هنا، واعتقد في المنطقه دي كده يا شباب، ايوه يعني حته زي كده مثلا. اوكي ده شامله مجموعه كباري في بعضها. اوكي ده هنا لا هنا ده ما يعتبرش بقى، لا انت لو تعمل اناليزس تعمل اناليزس بعيد عن الجزء ده، وهذه الطريقه لا تشمل هذا القطاع مثلا. واضح؟ انت لو اخذت القطاع ده طوله قد ايه اصلا، سي من هنا كده لهنا، ده عمل له 2 كيلو الا شويه. ال 2 كيلو الا شويه دول ما تقدرش تحسب ليفل اوف سيرفيس فيهم باستخدام الطريقه اللي احنا هنشرحها دلوقتي. واضح؟ طيب هنا facilities with free flow speed or below. لو في عندك الـ هنا لازم السبيد تبقى من 90 ل 120. لو عندك السبيد اقل من 90 الطريقه دي ما تنفعكش. اوكي demand conditions in excess of capacity. تمام. لو في عندك congestion هنا الطريقه دي ما تنفعش. The influence of downstream blockage or queuing. لو في عندك downstream، لو في blockage موجود وده تأثيره على ده، الطريقة دي ما تنفعش برضو في حسابات level of service. عشان أدي لك مثال على هذا الموضوع، خلينا نرجع تاني لطريق الملك فهد. لو حد منكم من سكان الراكة أو المنطقة الخبر، تمام، عارفين انتوا الاشاره دي صح؟ الاشاره دي اللي هي الاشاره بتاعت مدرسه دله لتعليم القياده، صح؟ تمام. الاشاره دي احيانا بيحصل فيها سبيل باك، بيقفل الجزء ده كله، تمام، وبيمتد السبيل باك الى طريق الملك، الى الرامب اللي داخل على طريق الملك فهد نفسه، تمام. طيب في هذه الحاله، اوكي، هذه الطريقه لا تاخذ هذا بعين الاعتبار، بتفترض ان الرامبس دي اوبن ما هيش بلوكت، تمام. واضح؟ طيب في اي سؤال يا شباب؟ طب هنا the influence downstream blockage or queuing on a segment posted speed limit the extent of police enforcement. هنا ما بتاخدش مدى انضباط الناس بالسرعه، يعني بمعنى اخر لو في عندك قطاع والناس بتتجاوز السرعه القانونيه اللي فيه، تمام، ده مش هيبقى متغطي في هذه الطريقه، بتفترض الناس ماشيه على السبيد ليميت، تمام. capacity enhancing effect of ramp metering دي مش مأخوذه في عين الاعتبار. ramp metering دي ممكن خدتوها ولا بتعرفوهاش ايه الرامب metering؟ هقول لك ايه الرامب metering. الله الله ايه؟ فجأة كلنا تكلمنا. نعم؟ هنا مثلا عشان ادي لك فكرة عن الرامب ميترنج، شايفين هنا بيبقى في طريق الشارع التجاري في الراكة، تمام، في إشارة هنا، في كثير من الناس بيبقوا مثلا فترة الصباحية بيطلع من هنا وبيمشي في هذا الطريق وبيجي على الرامب دي عشان يدخل الهاي واي، تمام. طبعا اللي بيعملوا الحركه دي بيكونوا كلهم بيطلعوا فوق واحد مع الاشاره اللي بتفتح هنا، صح؟ ده بيتسبب في ايه هنا؟ ان فجاه الفلو اللي هنا بيواجه بسيارات داخله ورا بعضها، تمام، من الرامب دي، تمام. طيب ايه هنا بنستخدم بقى الرامب ميترنج. الرامب ميترنج بيعمل ايه؟ بيدي مقنن، بيحط اشاره هنا، تمام، بحيث يخلي معدل التدفق سموث، ما يبقاش فيه بلك من السيارات داخلة مرة واحدة على الطريق السريع، تمام. ده هو المقصود بالرامب ميترنج. أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ طب ممتاز. طيب هنا البيزك فريكونسي، لما بنيجي نعمل الهايوي كاباسيتي مانوال فور ليفل اوف سيرفيس كارنت،
عندنا facility existing وعاوزين نحسب لها ال current level of service. تمام؟ الميثود هنا مبنية على أساس إيه؟ زي المالتي لين هاي واي، بس في اختلاف. إيه الاختلاف بقى؟ زي ما قلنا إحنا بندخل الأول بالجيومتريك داتا والفيلد ميجرد فري فلو سبيد أو البيزك فري فلو سبيد ونعملها أدجستمنت والفوليوم. طبعًا الاختلاف هنا الفوليوم أدجستمنت في الاثنين واحد. تمام؟ الفوليوم أدجستمنت في عندي بيك اور فاكتور، في عندي نمبر اوف لينز، في عندي درايفر بوبوليشن، وعندي الهيفي فيكلز، وبطلع منه الايه الكمبيوت فلو ريت بالنسبه للفري فلو سبيد. تمام؟ طبعا الفري فلو سبيد الادجستمنت فاكتورز هتختلف بقى. تمام؟ هتختلف ازاي حضرتك؟ هنا عندك اللين ويدز، تمام؟ طبعا واحد في الاثنين، بس هنا النمبر اوف لينز ليها ادجستمنت فاكتور على البيزك فري فلو سبيد. الانترتشينج دنسيتي اللي هي كثافه الانترتشينجز، تمام، واللاترال كليرنس دي هنا مختلفه عن المالتي لين هاي واي فاسيليتي. خلاص، خلاف كده بنحسب برضو الدنسيتي وبنحسب كل حاجه زي الايه زي اللي ما عملناه في المالتي لين هاي واي فاسيليتي. طيب هنا بالنسبة لdetermining the free flow speed. Free flow speed is the mean speed of passenger cars measured during low to moderate flow. يعني لو عاوزين نحسب الـ free flow speed أو نقيسها بمعنى أصح، لو حبينا نقيس الـ free flow speed لازم نقيسها في حالة ما بيكون الفلو أقل من أو يساوي 1300 passenger car per hour per lane. تمام؟ لو زاد الفوليوم عن كده او الفلوريد زاد عن كده يبقى في الحاله دي الفري فلو سبيد اللي بقيسها ما هياش فري فلو سبيد. اوكي، فور سبيسيفيك سيجمنت اوف فري واي سبيدز ار فيرتشوالي كونستانت ان ذس رينج. اوكي، هقول لك ليه. لاحظ معايا هنا، لاحظ ان لغايه 1300 الكيرفات بتاعت الفري فلو الكيرفات ما بتتغيرش، ستريت لاين. كل ما الفوليوم بيزيد الفري فلو سبيد ما بتقلش. واضح؟ طيب two methods can be used to determine the free flow speed of a basic. حاجه من الاثنين، طريقتين عشان نجيب بيهم الفري فلو سبيد، يا اما فيلد ميجرمنت وانت عملته في اللاب اللي فات سبيد ستادي، اوكي، اند استيميشن وذ جايد لاينز، او ممكن نعملها استيميشن. اوكي، الفيلد ميجرمنت ار يوز تو وذ لما يكون لو في عندك فيلد ميجرمنت للفري فلو سبيد، اوكي، تاخدها من غير ما تعمل ادجستمنت. لكن لو ما عندكش ميجرمنت، اوكي، بنعمل ايه؟ بنعمل ادجستمنت. تمام؟ الـ field measurement the speed study should be conducted at a location that is representative of the segment when flows and densities are low. يعني بناخد بنعمل speed study في حالة ما بيكون الفلو في حالة free flow زي ما بنقول، يعني لازم أن يكون week day off peak في خارج ساعة الذروة، تمام، وأثناء النهار، وجنرالي جود تايم، يعني جنرالي جود تايمز تو اوبزرف لو تو مودريت فلو ريت. اوكي، ذا سبيد ستدي شود ميجر ذا سبيدز اوف اول باسنجر كارز اور يوز ا سيستماتيك سامبل. بمعنى هنا لما تيجي تقيس مش هتقيس اي سيارات، لا انت هتقيس الباسنجر كارز، تمام، وتاخد راندوم سامبل. تمام، ذا سبيد ستدي شود ميجر باسنجر كارز سبيدز اكروس اول لينز، في كل اللينز مش في لين واحده بعينها. A sample of at least 100 passenger car speed should be obtained. Any speed measurement technique that has been found acceptable for other types of speeds, okay, may be used. The average of all passenger car speed measured in the field under low to moderate volume condition can be used direct. ممكن من القياسات اللي عندك دي تستخدمها ان هي دي الفري فلو سبيد اللي هتستخدمها في الاناليسيس. واضح؟ في الطريقه الثانيه اللي هي الاستيميشن. تمام، استيميشن
شبيهه بنفس الطريقه اللي عملناها قبل كده في المالتي لين هاي واي فاسيليتي، وبيقول لك ان الفري فلو سبيد بتساوي البيزك فري فلو سبيد ماينس ادجستمنت فاكتور للين ويدث ماينس ادجستمنت فاكتور لللاترال كليرنس ماينس ادجستمنت فاكتور لنمبر اوف لينز. اوكي نمبر ماينس ادجستمنت فاكتور لي اي دي اللي هو انتنسيتي اند انترتشينج دنسيتي. اوكي هنتكلم على كل واحد من دول ان ديتيلز كمان شويه. اول حاجه الاستيميتنج فري فلو بيزك فري فلو سبيد ذا انالست ريكوايرز ذا از ريكوايرد تو سيلكت ان ابروبريت بيزك فري فلو سبيد as a starting point. You may follow similar assumptions as for the multi-lane highway facility. تمام؟ recommended values, okay, بالنسبة للurban, 110 kilometer per hour. Okay, بالنسبة للrural areas, 120 kilometer per hour. Okay? طيب. The first factor of adjustment اللي هو lane width. بالنسبة للين ويت تقريبا ايدنتيكال للمالتي لين هاي واي فاسيلتي، نفس الجدول تقريبا يعني مع اختلاف الرقم يعني. اوكي فهنا 3.60 بكل ما اللين ويت بيقل بيزيد الايه الريدكشن ان فري فلو سبيد. طيب اللاترال كليرنس عباره عن البيز لاترال كليرنس از 1.8 meter or greater on the right side على الجانب الأيمن 1.8 أو أكثر ده البيز كونديشن، والجانب الأيسر 0.6 or greater على الأقل يكون 0.6 تمام من الميديان يعني. طيب اللاترال كليرنس adjustment for lateral clearance no adjustments are available to reflect the effect of median lateral clearance. من ضمن العيوب بتاعت الميثود ان مفيش لو الليفت lateral clearance اقل من 0.6 0.4 مثلا مفيش عندنا آلية ان احنا ناخدها to take that into account. اوكي lateral clearance لازم either right or left considerable judgment must be used to determine whether objects or barriers along the right side of the present a true obstruction. بمعنى يعني مثلا انا عندي الطريق اوكي وطريق ملك فهد عندي طريق الخدمة يعني خليك معايا دي احدى هنا طريق الخدمة مثلا معايا شباب ولا مش معايا معاك دكتور جميل هنا انا عاوز اشوف اللاترال كليرنس في حاله زي الحاله اللي عندي هنا دي تمام الحاله اللي عندي هنا في عندي رصيف صح طب هل الرصيف ده يعتبر obstruction ولا ما يعتبرش obstruction تمام فعليا لا يعتبر obstruction خلاص ليه لان هو على ليفل منسوب 25 سنتي او حاجه تمام وفي كليرنس بينه وبين دي حاجة بسيطة واخد بالك يعني من هنا مثلا لهنا مش هيجي 60 سنتي ولا حاجة تمام ولكن أنا بعتبر إن المنطقة دي كلها شولدر مع إن مفيش سيارات تقدر تمشي عليها لكن مفيش obstruction visually مفيش obstruction للقائد السيارة هنا الموضوع ده زي ما بيقول لك هنا محتاجة judgment هل ده يمثل فعلا obstruction ولا لا يمثل obstruction تمام لو جيت مثلا في منطقة تانية مثلا هنا طبعا هنا مفيش عندك اي مشكلة هنا ده متحقق في عندك بس اسفلت 3 متر 25 واخد بالك شولدر فهنا مفيش عندك فيه مشكلة
ولكن المنطقة اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده اللي هي داخل المدينة، تمام، هل ده يمثل فعلا obstruction ولا لا؟ دي judgmental، تمام، دي برضو من ضمن الأشياء اللي هي اللي إيه اللي فيها نوع من الاجتهاد. يعني زي ما قلنا هنا، هل هنا اعتبر دكتور مفيش عندي شولدر ولا يعتبر ان في عندي شولدر؟ اي اتفضل يا باشمهندس. يعني الحين نعتبر الشولدر اذا كانت الكار تقدر تمشي عليه؟ وده وجهة نظر، بيتكلم سند صح؟ that's a good point. بس هو خلي بالك من حاجة، هو هل الاوبستراكشن اوكي نو لاترال كليرنس less than 0.6 on either right of side okay is considered rare okay considerable judgment must be used to determine whether objects or barrier along the right side of the freeway present a true obstruction. فهمتني؟ يعني اسالك سؤال، الشولدر او مش الشولدر، الرصيف اللي هو على طريق الخدمه، تمام، هل ده يمثل true obstruction؟ أنا مش سامعك يا باشمهندس. أعتقد لا. إيه؟ أعتقد لا، ما هوش true obstruction. ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة سمعني كده ولا في مشكلة؟ لا أنا سامعك. جميل. بمنتهى البساطة لو معاك عربية اس يو في تقدر تطلع الرصيف ده. صح؟ فيجوالي ما يعتبرش فيه اوبستراكشن، صح، مع ان هو طبعا ما هوش حاجه براكتيكال انك انت وانت ماشي على الفري واي هتاخد يمين وتطلع الرصيف، يعني لا قدر الله، يعني ده هيبقى فيه لا قدر الله حادث يعني. ولكن من وجهه نظري هو الفيجوال افكت هو اللي له التاثير الاكبر، تمام، يعني لو كان في حيطه، تمام، على الحافه الطريق الخدمه ده، تمام، هي اللي ملاصقه للطريق، كنت تلاقي الناس كلها تبعد، لكن وجود الرصيف بتلاقي ناس ممكن تمشي قريب منه ومفيش في عندهم اي مشكله، تمام. طيب such obstruction may be continuous such as a retaining wall، زي بقول لك هنا retaining wall ده بيخلي الناس تبعد عنه، اوكي، concrete barriers or guard rails or maybe non continuous such as light supports or bridges. يعني ركز بقى معايا هنا في الصورة اللي قدامنا هنا، في شايف في هنا لوحة عليها إعلان، دي ما هيش حاجة continuous، صح؟ فما أقدرش أعتبر أنه نقول إن اللاترال كليرنس هنا محدود، لا، لكن إمتى يبقى محدود؟ لما ألاقي عندي مثلا في نفق هنا هنا مثلا هنا انت بتبقى ماشي وجنبك حيطه خرسانه ريتينينج وول، صح، ده هنا مفيش عندك lateral clearance تقريبا، عندك very very small lateral clearance، صح، لان في عندك ريتينينج وول وحاجه continuous، تمام، يبقى هنا ده وما تقدرش تخترقه، يعني واضح، ده هنا اللي بنسميه الشروط اللي انا يجب اخدها في الاعتبار لما بقول ان في عندي وانا في حسابات اللاترال كليرنس، لازم أن يكون الاوبستكل اوكي كونتينيوس ويكون في مستوى النظر، واضح؟ اي سؤال يا شباب؟ جميل. يعني بقول لك هنا ايه؟ maybe continuous or non-continuous. لو non-continuous حاجه يعني بسيطه زي اعمده الاناره او لوحات اعلانات، دي ما هيش قضيه قوي، لكن زي ما شفنا يعني. طب الادجستمنت فاكتور، واخد بالك، لما بيكون الرايت شولدر اوكي اكتر من 1.8 زيروز، لو اقل من 1.8، تمام، على حسب النمبر اوف لينز، لو النمبر اوف لينز 2 لينز بيكون الادجستمنت فاكتور عالي، كل ما زاد النمبر اوف لينز كل ما قل الادجستمنت فاكتور. طيب بالنسبه الادجستمنت فاكتور للنمبر اوف لينز، لو عندك ان وان دايركشن more than 5 lanes, zero adjustment factor.
لو قلينا عن الفايف لينز 4 يبقى دي الادجستمنت فاكتورز اللي موجوده عندنا 3 and 2. طيب الادجستمنت فاكتور فور انترتشينج دنسيتي. جميل. ايه بقى تعريف الانترتشينج دنسيتي؟ انترتشينج دنسيتي از ديتيرمند اوفر 10 كيلومتر سيجمنت اوف ا فري واي. اوكي، يعني 5 كيلومتر اب ستريم اند 5 كيلومتر داون ستريم in which the freeway segment is located. ناخد مثال عملي على الموضوع ده. سي مثلا انا عاوز احسب الليفل اوف سيرفيس، اوكي، في انهي قطاع يا شباب؟ اختاروا قطاع معين كده. تعالوا نختار القطاع، اوكي، اللي هو مقابل للمنطقه بتاعه الراكه، اوكي، في القطاع ده مثلا. اوكي، طيب عاوز احسب الانترتشينج دينستي. قال لك تعمل ايه؟ خلينا بس نعلم هنا بعلامه. ده الاكزامبل بتاعنا، اوكي. طيب قال لك خد خمسة كيلو upstream جميل، عد فيه كام انترتشينج. تمام. طيب هنا نحسب الانترتشينجز ازاي، او ايه الديفينيشن بتاع الانترتشينج؟ تعال نرجع تاني. هنا بيقول لك ايه؟ انترتشينجز از ديتيرمند اوفر 10 كيلومتر سيجمنتس اوف فري واي، 5 كيلومتر اب ستريم اند 5 كيلومتر داون ستريم ان ويتش ذا فري واي سيجمنت از لوكيتد. ان انترتشينج از ديفايند از having at least one on ramp. Okay, therefore interchanges that have only off ramps would not be considered in determining interchange density. ممتاز جدا. تعال عد معايا هنا. في عندي هنا on ramp. احنا بنشتغل في هذا الطريق. Okay, في عندي كم on ramp هنا؟ ادي واحدة. اوكي، واحد. الأفرام بتحسبش، واحد. اتنين. دي اوف رام تحسبش. ثلاثة اون رام. اوكي، بقى احنا هنا حسبنا 3 في الخمسة كيلو دول. تمام، يبقى ده كده داون ستريم. طب تعالى نحسب في الاتجاه التاني بقى.
تعال نحسب احنا رايحين. احنا حسبنا اول قطاع كان الداون ستريم كان في 3 اون رامز. اوكي هنا تعال نعد بقى مع بعض في كم اون رام هنا. ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة بس. يبقى هنا كله في العشرة كيلو عندي كم اون رامب؟ ستة. تمام؟ واضح يا شباب؟ جميل. يبقى ايه الانترتشينج دينستي؟ ستة على عشرة 0.6. يبقى هيطلع عندي في الكيس بتاعتنا هنا في الاكزامبل بتاعنا الدينستي بتاعت الانترتشينج دينستي هيتبقوا كام؟ 6/10 هتدينا كام؟ On average we have 0.6 interchange per kilometer. مش هو اللي هنا ده عدد ال interchanges وده هنا الطول. يبقى عندك 6 يبقى ايه اليونتس بتاعتها interchange per kilometer. طيب الادجستمنت فاكتور قال لك كالاتي بقى لو اقل من 0.3 زيرو لو 0.4 يبقى 1.1 0.5 كذا 0.6 3.9. طب حد يسالني يا شباب انا هسال سؤال وعاوز حد يجاوبني يعني ليه هنا لما جينا نحسب اوكي حسبنا الاون رامبس اونلي ليه ما حسبناش الاوف رامب اللي يجاوبني له درجه يا شباب هو دكتور ايوه هو له علاقه بالكاباسيتي ولا ما له علاقه احنا بنتكلم في الكباسيتي كله احنا كده احنا كل ده هو اسمه فري واي كباسيتي اناليسيس يا عبد الله تمام ايه ليه هنا لما جينا نحسب تاثير الانترتشينج او الادجستمنت فاكتور بتاع الانترتشينج حسبنا بس عدد الاون رامبس ات ليست 1 يس اه ات ليست 1 اون رامب اونلي يس ليه ليه ما خدناش الاوف رامب؟ حد يفكر معانا كده يا شباب؟ ايوه سند بتقول ايه مش سامعك؟ مش سامعك خالص يا سند. انا اقول لكم ليه؟ بمنتهى البساطة الاون رامب لما احنا بنبقى في الطريق السريع اوكي السيارات اللي هتدخل اوكي هتأثر على السرعة لكن السيارات اللي بتخرج بالعكس بتعمل ريليف ما بتأثرش لكن السيارات اللي بتبقى داخلة اوكي دي هي اللي بتجبر السيارات اللي ماشية في الفري واي ان هي تبطأ شوية تتفاداها كده يعني واضح؟ عشان كده ده بناخد بس الاون رامب واضح ما بناخدش الاوف رامب لان الاوف رامب ريليزنج لود يعني طيب ده الادجستمنت زي ما قلنا وبعد كده بنعمل الفوليوم ادجستمنت الفوليوم ادجستمنت بتاعنا عادي جدا بناخد الفلو ريت بتاعنا تمام الاورلي فوليوم نقسمه على البيك اور فاكتور نمبر اوف لينز اللي هو في الاتجاه ده اف اتش في فاكتور للهيفي فيكلز والاف بي فاكتور بتاع البوبوليشن عادي جدا تمام وهنا الفاكتور بتاع الهيفي فيكل نفس الفاكتور اللي قبل كده في المالتي لين هاي واي فاسيليتي و ده الايكويفالنت بتاع التراك او الار في اوكي و بنحسب من هنا
اوكي في آه ده عشان لو في عندك جريدز بس دي عشان كده ده لو في شاحنات على الهاي واي ده انا بنتكلم عليها بعدين اوكي في الاف بي ده اللي هو درايفر بوبوليشن اوكي بس نقسم ال بنشوف بنجيب الدنسيتي الدنسيتي هاو كان وي جيت ذا دنسيتي باي ديفايدنج ذا فلو ريت ان باسنجر كار بير اور بير لين divided by the average passenger travel speed. Okay. طيب ال S هل هي ال free flow speed؟ لا هنا بقى قال لك لو ال free flow speed okay أكبر من 90 وأقل من 120 وحققت الكونديشن دي يبقى بناخد نعمل adjustment factor ده. لو هي ما بين 90 وال 120 وال VB بيحقق الكونديشن دي يبقى السبيد بتساوي الفري فلو سبيد تمام لاحظ ان كان عندنا في المالتي لين هاي واي فاسيليتي كان عندنا فوليوم معين لو زدنا عنده اوكي بنستخدم ادجستمنت معادلة ادجستمنت زي كده لكن هنا القصة مختلفة كان عندنا اكتر من 1400 فيهيكل اكتر من 1400 باسنجر كار بير اور بير لين بنستخدم معادلة شبيهة بالمعادلة دي هنا القصة مختلفة ليه؟ لأنها تلاحظ هنا الكيرف 1300 بعديه بيبتدي يحصل change 1450 ده لو ما لو لو الفري فلو سبيد 120 كيلومتر بالأور هنا لو الفري فلو سبيد 110 كيلومتر بالأور بنبتدي adjustment على 1450 وهكذا كل ما السبيد الفري فلو سبيد بتقل الثريشهولد اللي بنحسب اللي بنعمل ادجستمنت للفوليوم عنده بي ايه بيزيد شويه تمام طيب الابلكيشن بروسيجرز في ستيب 1 فري واي سيجمنت اوكي اني بوينت ات ويتش ذا ترافيك اور رودوي كونديشن تشينج شود بي يوزد از ا باوندري لما نيجي نتكلم على الفري واي سيجمنت على اي اساس بنحدد ان ده فري واي سيجمنت اول شيء انه الكون الرودواي كونديشنز تشينج اوكي ده يعتبر باوندري بمعنى لو في عندي لين زادت في عندي لين نقصت في عندي اوف رامب في عندي اون رامب اي تشينج في الستيت بتاعه الطريق ده يعتبر سيجمنت ستاند الون بمعنى هنرجع تاني برضو للمثال بتاعنا اللي هو هنا بتاع بتاع طريق الملك فهد اوكي لاحظ معايا من هنا عند النقطه دي ده تشينج اوف سيجمنت لو انا بتكلم على اللي رايح في اتجاه الدمام يبقى ده كده ده ستارتنج ا نيو سيجمنت لغايه هنا ده سيجمنت تمام ليه مفيش اي تشينج هل عدد المسارات زاد قل لا ده اللي هو الكوبري بالعربي يعني تمام فده يعتبر يعني ايه يونيفورم سيجمنت طب من هنا من هنا الى هنا ده سيجمنت تاني اوكي طيب من هنا من عند الرامب شايفين ده اكزيت اهو هنا اوكي من هنا الى هنعدي الى الرامب دي ده يعتبر سيجمنت واضح من السيجمنت من الرامب دي واحنا ماشيين الى هنا ده يعتبر سيجمنت تمام واضح ان انا بحدد هنا من بدايه رامب او من اون رامب الاوف رامب من رامب الرامب بغض النظر نوعها ايه ده يعتبر سيجمنت تمام لو حدث عندي لين دروب يعني مثلا حصل عندي ان الطريق وسع او ضاق ده النقطه اللي بيحصل فيها الكلام ده بعتبرها تشينج اوف ايه سيجمنت ادي لك مثال عليها اوكي
تعالوا نروح عند طريق خادم الحرمين. احنا كده رحنا بعيد قوي. فين طريق خادم الحرمين يا شباب؟ هنا لاحظ مثلا ده طريق ماشي، ده 3 lanes صح؟ كان هنا 3 lanes اوكي، في exit هنا، في change of number of lanes تمام. ده هنا 3 lanes اللي هو النفق اللي جاي من ناحية الثقبة تمام. هنا حصل merge مع طريقين، يبقى ده بداية segment جديد اوكي، بيفضل مكمل. هنا حصل طريق الخدمة دمج مع الطريق الرئيسي نفسه، هنا حصل ما اكزيت، هنا حصل دروب في النمبر اوف لينز تمام. هنا حصل رامب دخلت معانا على الخط تمام، رامب خرجت وهكذا. يبقى زي ما قلت لحضرتك هنا السيجمنتس اللي بناخدها لازم تكون يونيفورم سيجمنت، مفيش فيه اي تشينج لا نمبر اوف لينز ولا accessibility change. واضح؟ تمام؟ أي سؤال يا شباب؟ ماشي الحال، ناخد بريك ونرجع نكمل تاني؟ أوكي هناخد بريك ونرجع نكمل بعد 5 دقايق بالضبط، أوكي؟ تمام أوكي، we are back now, we will continue on our topic. Our last stop was on the freeway segment, the application, okay? Application procedures. زي ما قلنا لازم أن يكون any point at which a traffic or roadway condition change should be used as a boundary. هنا كنا بنتكلم على boundaries بتاعة segment. فدايما الفري واي اقسمه الى سيجمنتس اوكي. اي تشينج في الباوندري كونديشنز بتاعه الهاي واي او الفري واي بسميها دي دي بتعرف لي نيو سيجمنت اوكي. بعد كده بخش في الاناليز اوبجكتيف. ايه الاوبجكتيف بتاعي؟ هل هو اوبريشنال؟ لو اوبريشنال يعني عاوز اشوف مستوى التشغيل ليفل اوف سيرفيس، او ديزاين عاوز اشوف نمبر اوف لينز، او ديزاين عاوز اشوف النمبر الكاباسيتي اللي يقدر يشيلها الطريق تمام، او بلانينج ابلكيشنز اللي بتشمل ليفل اوف سيرفيس، نمبر اوف لينز، و الباسنجر فيكلز اللي كان سيرف. لما نيجي نتكلم على الاوبريشن اناليز اوف اكزيستنج فاسيليتي هناخد اكزامبل دلوقتي. الاكزامبل ده بيقول لك ان في عندي نمبر اوف لينز 6 لينز 3 ان ايتش دايركشن، lane width 3.2, right shoulder 1.2 meters, left shoulder 0.4, traffic volume 4,645, terrain rolling, basic free flow speed 120, heavy vehicles 12%, peak hour factor 0.92, number of interchanges in 10 kilometers equal 5. المفروض نحن نشوف the current level of service. What is the current level of A of service? طيب عشان نحل المسألة دي هناخد البلوك ده كده على جنب، وهنعمل ريدكشن شوية في الفونت وهنصغر دي شوية. Let's solve it here. معلش يا شباب الكاميرا مش راضية تشتغل، فايه هشتغل على البورد عادي كده، سامحونا يعني. هقول insert shape، هناخد text shape هنا. طيب هنبتدي اول شيء number of lanes، هنبتدي ال free flow speed.
هتساوي البيزك فري فلو سبيد ماينس الادجستمنت فاكتور فاكتور للين ويدث اوكي ماينس فاكتور ل اللاترال كليرنس ماينس فاكتور ل الان نمبر اوف لينز ماينس فاكتور ل الانترتشينج دنسيتي. طيب يبقى الفري فلو سبيد هتساوي البيزك فري فلو سبيد قال لي عليها 120 كيلومتر بير اور اوكي ماينس ماينس اللين ويث كام 3.2 يبقى في عندي انا هنا ايه ادجستمنت فاكتور اجمس الادجستمنت فاكتور بتاعي كام هنا في حاله اللين ويث تعال نطلع فوق كده نشوف الادجستمنت فاكتور يبقى هنا 5.6 يبقى ماينس 5.6 ماينس في عندي اللاترال كليرنس بتاعنا هنا طب اللاترال كليرنس كام هنا قال لك 1.2 الرايت شولدر والليفت شولدر 0.4 meters لو انا كان كام 1.2 وكان كام لين 3 لينز يبقى 1.3 اوكي يبقى قلنا كام 1.3 طيب اف ان ادجستمنت فاكتور للنمبر اوف لينز لأن النمبر اوف لينز هنا أقل من 5 3 فنطلع نشوف ثلاثة يبقى عندك ريدكشن 4.8 يبقى ماينس 4.8 وبعد كده الانترتشينج دنسيتي الانترتشينج دنسيتي هنا قال لك كام 5 ان كيلومترز there was 5 يبقى الاي دي هنا كام 4.5 انترتشينج بير كيلومتر صح طب تعال نطلع فوق نشوف ال 0.5 دي هتجيب لي ريدكشن قد ايه FID عندك 0.5 يبقى 2.1 يبقى هيساوي كام هنا بقى يبقى ال 120 هنشيل منها كل هذه القيم يبقى هيتصفلنا 120 من البيزك فري فلو سبيد ادجستمنت ماينس 1.3 ماينس 4.8 ماينس 2.1 يعني 106.2 كيلومترز بير اور طب عاوزين دلوقتي نحسب ال VP الفوليوم تبع الباسنجرز هيساوي كام ال 4645 ديفايدد باي تمام خليكم عادي يا بس يا شباب ديفايدد على ايه البيك اور فاكتور البيك اور فاكتور هو 0.92 في نمبر اوف لينز 3 في الاف اتش في اللي هو الفاكتور تبع الهيفي فيكلز الفاكتور تبع الهيفي فيكلز اف اتش في هيساوي 1 مقسوم 1 بلس
0.12 مضروبة في رولينج يعني 2.5 minus 1، ومفيش عندك RV يبقى هيساوي 1/1 plus 0.12 في 1.5 يبقى 0.8475. يبقى هنا 0.8475 مضروبة في 1 ده اللي هو الـ FB، يبقى الكلام ده هيساوي ده في 3 في 0.92 مقلوب في 4 6 4 5 هيطلع 1985 passenger car per hour per lane. جميل جدا. طيب هنا عاوزين نحسب الدنسيتي، فهنا السبيد مش هتساوي الفري فلو سبيد، لازم هتساوي المعادلة اللي احنا اتكلمنا عليها فوق هنا، تمام؟ لازم نعوض في المعادلة دي عشان نقدر نحسب الفري فلو سبيد، او ممكن نلجأ الى الشارت اللي هنا. احنا جبنا الفوليوم بتاعنا كان كام تقريبا؟ الفوليوم بتاعنا 1900 وحاجة، 1975 يعني تقريبا 2000 صح؟ تقريبا 2000. أيوة. لو قلنا 2000 وطلعنا لحد هنا والسرعة بتاعتنا كانت تقريبا الفري فلو سبيد جبناها حوالي 106 صح؟ مش حساباتنا جابتها 106 صح؟ هناخد خط موازي للخطوط اللي جنبها، يبقى احنا هنا يبقى الليفل اوف سيرفيس بتاعنا دي طريقه انا بعتبرها اسهل من حسابات السبيد والادجستمنت للسبيد، تمام؟ بس احيانا بتبقى مضطر انك انت تحسب الايه، تعمل الحسبه بتاعه السبيد اللي هي هنا دي، تمام؟ اي سؤال اي استفسار يا شباب؟ وكده احنا ايه، يبقى هنا هنقول using charts LOS equal D، تمام؟ اي سؤال اي استفسار يا شباب؟ ان شاء الله كل شيء تمام دكتور. طب تمام جدا. عموما انا هكتفي بهذا القدر اليوم، اوكي؟ و نكمل بعد كده ان شاء الله. في عندنا لاب يوم الخميس، في عندنا محاضره بكره. اللاب اديكم فكره عنه بكره ان شاء الله برضو يعني. ماشي، يلا نشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. ماشي، يلا السلام عليكم. السلام عليكم.